بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تصحيح التلاوة، حلقة ضمن هذه السلسلة المباركة التي نتعرف من خلالها على كيفية قراءة القرآن الكريم بالوجه الصحيح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ويكون الإنسان معه مطمئنا على أنه يقرأ القرآن كما نزل. وسر هذه الطمأنينة حقيقة أن هذه القراءة والكيفية أخذت مشافهة، يأخذها الآخر عن الأول، قراءة السنة المتبعة، ليس الأمر فيه لا مجال للاجتهاد فيه وما لقياس في القراءة مدخله، فدون كما فيه الرضا متكفلة. بدأنا الحقيقة في المقطوع الموصول منذ أكثر من حلقة، واليوم وقفنا عند البيت 89 من هذه الأبيات. يقول الناظم، لاحظوا هنا الآن في على شاشة التلفاز أمامكم، فأينما، البيت الثاني من هذه المجموعة، فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف، وصل فإن لم هود ألا نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعتم وقطعهم عما يشاء من تولى يومهم. تكتفي هنا بهذه الأبيات لنشرحها إن شاء الله تعالى، ونتعرف على المقطوع والموصول فيها. ونحن تكلمنا عن السر الذي نريده في مسألة المقطوع والموصول، في مسألة موضوع ما يتعلق بلماذا اهتم العلماء بالمقطوع والموصول، وهذا طبعا سبق الحديث عنه. مهم جدا للحافظ والقارئ أن يعرف أن هذه الكلمة مقطوعة عما بعدها أم موصولة بها، ومذاهب العلماء في ذلك، لأن هذا يترتب عليه حقيقة موضوع القراءة، هل أقف على الجزء الأول أم على الجزء الثاني. هنا يخبر الناظم أن فأينما وردت في سورتين، في سورة البقرة والنحل، وكلاهما موصول باتفاق المصاحف. فأينما تولوا فثم وجه الله في سورة البقرة، فأينما يوجهه لا يأتي بخير في سورة النحل، كلاهما موصولة، إذن تعتبر كلمة واحدة، ولا يوقف على أين هنا لأنها موصولة، فلا يوقف على أين. ثم أخبر هنا وذكر ثلاثة مواضع أكثر المصاحف على قطعها وبعض المصاحف تصلها. هذه المواضع الثلاثة الأخرى التي لم يتفق على وصلها كالموضعين الأولين هي: أينما كنتم تعبدون في سورة الشعراء، وأينما ثقفوا أخذوا في سورة الأحزاب، وأينما تكونوا يدرككم الموت. هذه المواضع الثلاثة التي ذكرها في البيت الذي بعده، لاحظوا ماذا قال عنها في البيت أمامكم. هذا يقول: فأينما كالنحل صل، هذه انتهينا منها، ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف، هذه عرفنا مواضع الشعراء والأحزاب. الآن بدأ في كلمة أخرى، اللي هي كلمة فإن لم، ولذلك لاحظ ماذا قال: وصل فإن لم هود ألا نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على. ماذا يريد هنا منا الناظم؟ يريد هنا أن يبين لنا أن نصل، أمر هنا بوصل فإن لم يستجيبوا لكم، فإن لم يستجيبوا لكم في سورة هود بالاتفاق، فإن لم يستجيبوا لكم في سورة هود بالاتفاق، فإن لم يستجيبوا لكم، هذه موصولة باتفاق العلماء وليس فيها خلاف، اللي هي في قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم. وهذا بمفهوم المخالفة يدل على قطع ما سواها، هذه موصولة غيرها مقطوع. وطبعا هنا فإن لم، الآن لما نصل فإن لم تحذف النون، ولاحظ معي هذه في قضية الوصل، هنا ما نكتب النون المقصود بها، لما نصلها فإن لم، فإن لم أصبحت الفاء وبعدها همزة بعدها لام مشددة،
أين النون أدغمت باللام ذاتا وصفة ولفظ وخطا أيضا، فلذلك تكون محذوفة فإن لم. وهنا بعض العلماء الحقيقة يقولون إن الوجه القطع هو الأصل، الأصل أن أقول فإن لم، لكنها صار فيها الوصل هنا، والوصل كما تعرفون لأن النون هنا تدغم في اللام إدغاما كاملا، فلذلك اقتضى الوصل. الكلمة التي بعدها ألن نجعل، أن المصدرية مع لن في، وذلك في موضعين، ألن نجعل لكم موعدا في سورة الكهف، والموضع الثاني ألن نجمع عظامه، وكلاهما في على الوصل بقوله ذلك، قال ألن نجعل نجمع، ألن نجعل له، ألن نجعل لكم، أن لن نجمع عظامه. هذه الكلمة التي، الكلمة اللي بعدها كي لا تحزنوا تأسوا، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، وأيضا لكي لا تأسوا، كلاهما من المتفق على وصله في مذاهب العلماء جميعا، وذلك في 4 مواضع، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم في آل عمران، الثاني لكي لا تأسوا في سورة الحديد، والثالث لكي لا يعلم من بعد علم شيئا في سورة الحج، والرابع لكي لا يكون عليك حرج في سورة الأحزاب. هذه المواضع التي وردت فيها كي لا، ومتفق بين المصاحف على وصلها باتفاق العلماء. بعد ذلك البيت الذي بعده، لاحظوا هنا طبعا لما قال كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج، هذه المواضع لكي لا انتهينا منها. الآن تكملة البيت 91 يقول وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم، وقطعهم عمن تولى، عمن يشاء من تولى يومهم. هذه الكلمات التي ذكرها قال من المتفق على قطعه عند العلماء يوم عنهم المرفوع في الموضع، الموضع في هذه المواضع في موضعين في القرآن الكريم وردت. الموضع الأول يوم هم بارزون، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء في سورة غافر، والثاني يوم هم على النار يفتنون، كلاهما مقطوع في الذاريات. اتفقوا على وصلهم، لاحظ وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم. الآن الاتفاق على الوصل، اتفقوا على وصلهم المجرور الموضع نحو يومهم، يومهم الذي يوعدون في يومهم الذي يوعدون في محل جر، فلذلك وصلت حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ولذلك لاحظوا إذا تأملوا القطع في الأول أنه يوم، واضحة أنها منفصلة عنهم، يومهم على النار يفتنون، يومهم بارزون، يوم أن كانوا هم بارزون، يعني يومهم بارزون، بينما في الموضع المواضع الأخرى يومهم أو يومهم نجد أن هم هنا ضمير متصل، ولذلك لما كانت ضميرا متصلا اتصلت بالكلمة التي بعدها. نكتفي هنا بهذا القدر من الأبيات إن شاء الله تعالى، وتابعوا معنا الأبيات المقطوع والموصول، صحيح أنها فيها يعني مشقة، لكن ضروري جدا أن نذكرها في ما يتعلق بشرح هذه الأبيات، شرح المقدمة المباركة، لنعرف ما كان المقطوع والموصول منها. أما قراءتنا اليوم فهي سورة الشمس والليل بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها،
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نعم ولسوف يرضى. أسأل الله أن يرضيكم بما تحبون وبما تطلبون ولسوف يرضى. هذا عهد من الله عز وجل. من كانت هذه أوصافه، من كان على منهجه الصديق التي نزلت به هذه الآيات الكريمات، فإنه سيرضيه الله سبحانه وتعالى. نتلقى اتصالاتكم أيها الإخوة والأخوات. ومعنا الاتصال الأول، أبو عبد الله من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا عبد الله. سورة الشمس. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله، وشكر الله لك على اتصالك، وما شاء الله قراءة ممتازة متقنة، أسأل الله أن يثيبك. هل عندك إجازة في القراءة يا أبا عبد الله؟ أنا بس حاليا يعني قريبا أختم إن شاء الله إجازة إن شاء الله. نعم واضح أن قراءتك ما شاء الله قراءة إنسان يعني متابع، أسأل الله أن يثيبك ويأجرك. شكر الله عندي لك. عندي بنت بس تقرأ. نعم نستمع لابنتك. السلام عليكم. اسمه مريم. أيوة يا مريم، السلام عليكم. هذه ريم، معلش ريم معك. ريم السلام عليكم يا ريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل اقرأي سورة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم.
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم شتى. وضح اللام. إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. جزاك الله خيرا يا ريم، ما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله متقنة كأبيك. هل ستقرأ مريم اليوم؟ نعم ستقرأ. يلا يا مريم. السلام عليكم. السلام عليكم يا مريم. مريم السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي اقرأي حيث وقفت أختك، كملي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. جزاك الله خيرا يا مريم، ما شاء الله تبارك الله، وكأختك ما شاء الله أيضا عندك أحكامك ممتازة وخاصة في التفخيم والترقيق والمخارج يعني مع صغر السن، لكن ما شاء الله تبارك الله متعوب عليهم. شكرا يا بنتي جزاكم الله خيرا. معنا اتصال آخر. معنا نورة من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي يا نورة. والشمس وضحاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها. لاحظي الفتح، لاحظي فتح الطاء، لاحظي يا نورة. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. خطأ الاتصال مع نور. على كل حال جزاك الله خيرا، قراءتك ما شاء الله ممتازة، أسأل الله أن يثيبك، لكن انتبهي للتشكيل حتى لا تقعي بالخطأ. معنا اتصال. آية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا آية. كذبت ثمود بطغواها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
ولا يخاف عقباها. جزاك الله خيرا يا آية، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. يخبرني الأخ في الكنترول أنه فزتي في الأسبوع الماضي أو الذي قبله بجائزة، ممكن تحدثين عن هذه الجائزة؟ الشيخ، بس يعني هي يعني جائزة يعني بسيطة يعني. نعم، لكنها لها مدلول وأثر، يعني ما سر فوزك بفوزك نعم، يعني الجائزة كانت لحفظ القرآن أم لماذا؟ يعني التميز يعني من ناحية الحفظ والتجويد تجويد في جانب القرآن الكريم. نعم، اي في القرآن. ايه ومن الجهة التي رعت هذه الجائزة؟ الجمعية الخيرية يعني الجمعية تحفيظ الخيرية. القرآن. ما شاء الله تبارك الله، ونحن نجدد مباركتنا لك ونسأل الله أن يوفقك لخدمة دينه وكتابه، وجزاك الله خيرا يا آية، وشكر الله لك على اتصالك الدائم والمتابعة الدائمة حقيقة لهذا البرنامج والتعلم المستمر. أسأل الله أن يثيبك ويجرك عليه. معنا اتصال، معنا سحر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا وبركاته. سحر، اقرأي سورة الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. جزاك الله خيرا يا سحر، ما شاء الله تبارك الله، قراءة أيضا ممتازة، والانتقال ما بين الحروف بمفخمها ومرققها الحقيقة هذه يعني فيها إبداع جيد، ويعني فيها مهارة حقيقة، وهذا الذي نريد أن نصل إليه دائما في القراءة، درجة المهارة، أن أنتقل وازن بين الحروف وأعطي الحرف حقه ولا يتأثر الحرف بمجاوره إلا إذا كان اقتضى التأثير كالإدغام ونحوه، أما مجرد المجاورة وحدها لا ينبغي أن يكون فيه أثر على الحرف الآخر. معنا اتصال، معنا أم ريم من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم ريم، اقرأي إن علينا للهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. جزاك الله خيرا، ما شاء الله قراءة طيبة ومتقنة، أسأل الله أن يثيبك وأجرك عليها، وبارك الله فيك على الاتصال المشاركة. نعم، معنا اتصال آخر، معنا معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا معاذ؟ بخير والحمد لله. بارك الله فيك، اقرأ لي من أول سورة الشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس ضحاها. مرة ثانية ما سمعنا الواو، مرة ثانية اقرأ، أعد. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا
تجلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. جزاك الله خيرا يا معاذ، شكر الله لك على اتصالك، ما شاء الله تبارك الله. كم تحفظ؟ 16 جزء يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، وقراءتك ما شاء الله ممتازة، وصوتك عذب تابع مع القرآن، رحلتك مع القرآن بدأت وإن شاء الله تعالى ستكون نهايتها مشرقة موفقة لك في الدنيا والآخرة يا معاذ. شكر الله لك يا معاذ بارك الله فيك. معنا اتصال، معنا نورة من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا نورة. كذبت ثمود بطغواها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. جزاك الله خيرا. أنا فقط أريد أن أنبهك، أنت كنت اتصلت قبل قليل وانقطع الاتصال. أيوة. الألف التي تقفين عليها دائما أريد أن تكون ألف مطلقة، يعني لا يكون بعدها حبس للصوت، يعني والنهار إذا جلاها جلاها، شوف الفرق بين جلاها وبين جلاها جلاها، إذا كان فيه انقطاع للصوت صارت همزة. أما الألف المطلقة التي لا انقطاع للصوت، التي لا تكون مطلقة ليس بعدها انقطاع للصوت، يعني بمعنى حبس للصوت بشكل جيد. جزاك الله خيرا وشكر الله لك على اتصالك وبارك الله فيك. نعم. طيب معنا اتصال آخر من جهاد منال. السلام عليكم يا منال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. سورة الليل يا منال اسمعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والسماء والنار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى. لاحظ الغنة لاحظ الغنة. وأما من بخل واستغنى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. مد الصلة الكبرى يا منال. ماله إذا تردى. ماله وما يغني وما يغني. ماله أعيد الآية من أول من البداية. وما يغني عنه وما يغني عنه ماله إذا تردى. طيب بارك الله فيك يا منال، شكر الله. ولكن أخذ يعني آيات قصيرة لأن الأعداد كثيرة الذين يريدون أن يشاركوا، وهذا حق للجميع، لكن على كل حال دائما الوقت يزحمنا. نعم معنا اتصال. معنا جهاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا جهاد؟ إن شاء الله بخير الحمد لله. وكيف الصيام معك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. ماذا تستقرئين إن شاء الله الشمس؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. خلق للقاف يا جهاد وتقواها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها. وضح التاء هنا، التاء مظهرة. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. فعقروها، انتبه للقاف، فعقروها. فعقروها فدمدم عليهم لماذا تغنين الميم؟ لا تغني الميم. فدمدم، فدمدم عليهم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أحسنت بارك الله فيك، ما شاء الله تبارك الله، أحسن الله إليك يا جهاد. معنا أخت جهاد حماس، السلام عليكم. نعم السلام عليكم يا حماس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي اقرأي سورة الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. حركتين، لماذا تمدين زيادة يا بنتي؟ والليل إذا يغشى، إذا يغشى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فيها هنا أيضا فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى. مد الهاء شوي، مد الهاء، مد الهاء، مد الصلة. فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نفس الشيء بنتي هون، نفس الشيء هنا. فسنيسره للعسرى. فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تودى إن علينا الهدى وإن لنا الآخرة وإن لنا، لاحظي، وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى. طيب أحسن الله إليك يا حماس، لا أريد أن أشق عليك أكثر من هذا يا بنتي، ما شاء الله عليك تبارك الله، قراءة ممتازة. ومين أكبر، أنت ولا أختك جهاد يا حماس؟ من أكبر، أنت أم جهاد؟ جهاد. جهاد أكبر منك. وكم أنت كم تحفظين؟ ما؟ كم تحفظين من القرآن؟ سورة الشورى. إلى سورة الشورى، من الناس إلى الشورى؟ ما شاء الله تبارك الله، فتح الله عليك وأكرمكم الله وأكرم والديكم بهذا الإنجاز المبارك مع كتاب الله، أسأل الله أن يوفقكم لما يحب ويرضى. معنا اتصال، معنا نوف، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا نوف اقرأي سورة الليل من البداية شيخ. حيث وقفت أختك. وأما من بخل واستغنى، اقرأي من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر
فسنيسره للعسرى. أعطي الصلة، أعطي الصلة حقها، فسنيسره للعسرى، هذه صلة صغرى صحيح لكن المقدار حركتين، فسنيسره للعسرى. فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله. أيضا الياء هنا ما الطبيعي، المدود الطبيعي عندك أحيانا تختصر وهذا لا يجوز. الذي يؤتي ماله يتزكى، يؤتي ماله هكذا. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بارك الله فيك يا نوف، شكر الله لك على اتصالك وجزاك الله خيرا، قراءة ما شاء الله طيبة، لكن انتبهي للمدود الطبيعية حتى لا تضيع منك، لأنه إذا قصر المد، حرف المد الطبيعي إذا قصر بحركة واحدة أصبح حركة، فخسرنا بقراءتنا للقرآن الكريم حرفا من كتاب الله، والحرف بعشر حسنات، هذا فضلا عن أن الإنسان ممكن أن يكون قد حرف الكلم. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. معنا اتصال، معنا رقية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. السلام يا رقية، كيف حالك يا بنتي؟ الحمد لله. يلا اقرأي سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. لاحظ الميم، الميم مع الباء، لاحظ الميم مع الباء يا رقية. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بارك الله فيك يا رقية، ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين، شكر الله لك يا بنت على اتصالك وبارك الله فيك وفي من علمك. أنعم الله علينا بين كل معنا اتصال، معنا عبد العزيز. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام يا عبد العزيز، كيف حالك يا ابني؟ بخير والحمد لله. الحمد لله دائما بخير إن شاء الله. اقرأ يا عبد العزيز سورة الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل وضحاها. والليل إذا يغشى. هل تريد تقرأ والشمس وضحاها؟ تحب تقرأ الشمس وضحاها ولا والليل إذا يغشى؟ عندنا سورتين. الليل إذا يغشى. نعم. اقرأ والشمس وضحاها يلا. اقرأ سورة الشمس. تمام سورة الشمس، اقرأ والشمس وضحاها تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها وما خلق والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. لا. طيب يا عبد العزيز بارك الله فيك، ما شاء الله أنت تقرأ غيبا، يعني كم عمرك يا عبد العزيز؟ أو كم مضى من عمرك؟ كم عمرك يا ابني؟ خمس سنوات. ما شاء الله ست سنوات ما شاء الله، العمر كله بإذن الله. نسأل الله أن يبارك في عمرك وعملك، وأنا أدعو لك بهذه الأيام المباركات أن يكرمك الله بحفظ كتابه، وأن تكون إن شاء الله تعالى ممن نشأ في كتاب الله في ظل كتاب الله سبحانه وتعالى، وجزى الله خيرا والديك ومن علمك. شكرا يا ابني. بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك يا ابني، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأحسن الله إليك، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الحقيقة يعني من خلال هذه النماذج التي سمعنا أيها الإخوة والأخوات، هذه نماذج قرآنية مباركة، زهرات تفتحت على كتاب الله. ولما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، التعويد في الصغر. يعني أنا شاهدت اليوم في وأنا يعني أصلي حقيقة منظر رائع جدا متميز، أن الوالد جالس يقرأ القرآن الكريم ووالديه بجانبه، واحد على اليمين واحد على الشمال، كل يمسك مصحفه ويقرأ. هذا شيء طيب جدا حقيقة، وهذا شيء يعني فيه نوع من النشأة المباركة، النشأة الطيبة التي من خلالها يتعود. إذا تعود الطفل منذ صغره على أن يمسك المصحف ويفتحه حتى لو كان ما لا يعرف القراءة إلى الآن، تصبح بينه وبين كتاب الله ألفة ودراية ودربة، ويكون المصحف معه صاحبا، ليكون القرآن له في النهاية صاحبا. ومن صحب القرآن في الدنيا صحبه القرآن يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. فلذلك يقال لصاحب القرآن، لما القرآن رب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقال لصاحب، كيف ننشئ صحبة مع القرآن الكريم؟ إنشاء الصحبة مع القرآن الكريم تكون بعدم هجره، الصاحب لا يهجر صاحبه، ولا يكون الصاحب صاحبا لصاحبه، ولا يعد صاحبا إلا إذا تعاهده في الصباح والمساء، لم يدع ظلمة تقع عليه، لم يدع أحدا يصل إليه، وهكذا. فلذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقول يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة، يعني احرص أن تكون صاحبا للقرآن الكريم في الدنيا. وصحبتنا للقرآن بتلاوته، بحفظه، بالعمل به، بعدم هجره، بالدفاع عنه. أسأل الله أن يكرمنا بالصحبة دائما مع كتاب الله سبحانه وتعالى منذ الصغر من إلى نهاية حياتنا في هذه الدنيا. أترككم في رعاية الله في آخر هذه الحلقة، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.